أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاستقامة على طاعته، وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله جل وعلا على نعمه التي لا تحصى، ومنها مرور 91 عاماً على الحكم السعودي الذي أسس على الدعوة إلى الله عز وجل وإقامة شعائر الإسلام. أسس على أسس متينة قوية ما قام عليها ملك إلا كتب الله له العزة والنمو والاستقرار. وقد قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه المملكة العربية السعودية قامت على التوحيد، ولله الحمد. نظامها مبني عليه، دستورها القرآن الكريم وسنة الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وهنيئاً لمن تمسك بهما، فله الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. ولذا قال بعض المفسرين: الدين والحكم توأمان لا ينفك أحدهما عن الآخر ولا يستغني عنه. وحكامنا حفظهم الله نسمع منهم كثيراً في المجالس وفي المناسبات، نسمعهم أنهم يقولون: ما هذا الأمن والرخاء الذي نحن فيه إلا بسبب تمسكنا بطاعة الله والعقيدة الإسلامية. وها هو الملك سلمان وفقه الله يقول في أكثر من مناسبة، في أكثر من مناسبة، ويجددها كثيراً، وخاصة في المجالس واللقاءات، وخاصة في مجلس الشورى، يقول: ما أعزنا الله إلا بالإسلام، ودستورنا القرآن الكريم وسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ويأمرنا بالتمسك بالكتاب والسنة. وصدق والله، ما أعز الله العرب خاصة إلا بالإسلام. وكما قال أحدهم: ما أعزنا الله إلا بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وهذا صحيح. من يقرأ التاريخ يعرف أن العرب لم يستطيعوا الانتصار على أكبر دول العالم في ذلك الوقت، فارس والروم، إلا بالإسلام. وحقيقة، من ابتغى العزة والنصر والحياة الطيبة فليس له إلا طريق واحد، وهو تحكيم الكتاب والسنة. وقد صدق الله: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد. ولذا هذه الدولة المباركة قامت على التوحيد، وقامت على طاعة الله عز وجل. ومن الأعمال المباركة التي تذكر لهذه الدولة وتشكر توسعة الحرمين الشريفين. انظر هذه التوسعة العظيمة،
ما وجدت في أي زمن من الأزمان. أضف إلى ذلك الخدمات التي تؤدى في الحرمين الشريفين أعمال جليلة. انظر إلى حلقات تحفيظ القرآن الكريم، انظر إلى حلقات التدريس، انظر إلى إقامة الشعائر الدينية في الحرمين وفي غيرهما، كلها مبنية على الكتاب والسنة، بعيدة عن الخرافات والبدع. وكذلك المساجد التي تملأ المدن والقرى، ويدفع للأئمة والخدم والمؤذنين مكافآت مجزئة مباركة تنفعهم. ولذا يقول أحد الإخوان من بنغلاديش من العلماء هنيئا لهذه الدولة السعودية بالاهتمام بالمساجد. كان أحد الإخوة يدرس عندنا في جامعة أم القرى، وتخرج من الجامعة ورجع إلى بنغلاديش وهو من العلماء، يقول هنيئا للدولة السعودية بالاهتمام بالمساجد وإقامة شعائر الدين فيها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستفيد من قراءة الإمام في الأوقات الثلاثة، الفجر والمغرب والعشاء، الحاضرون يصححون قراءتهم مع الإمام، وأيضا الجيران يصححون قراءتهم من قراءة الإمام، وحتى النساء اللاتي في البيوت استفدنا من الدروس ومن قراءة الإمام ومن خطب الجمعة. ولذا يقول هذا رأيه، والله أعلم، ما كان هذا الرخاء في السعودية إلا بسبب الاهتمام بالمساجد وأنها قائمة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الدولة المباركة تهتم بالمساجد في كل مكان، ويهتمون أيضاً بالمحاكم الشرعية وكليات الشريعة وتطبيق أحكام الشريعة في محاكمها، حتى أن طلاب الجامعات يصرف لهم مكافآت. وهذه نعم عظيمة على هذه الدولة وشعبها، وسببها تطبيق شرع الله على الوجه الصحيح دون غلو أو تفريط. نحمد الله عز وجل ونسأله أن يديم نعمته على هذه الدولة وشعبها من الأمن والاستقرار ورغد العيش والثبات على التمسك بالكتاب والسنة. ونهنئ خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده محمد والحكومة الرشيدة بهذه الأعمال الجليلة، ونسأل الله عز وجل أن يثبتهم على طاعته وأن ينصرهم بالإسلام وينصر الإسلام بهم. ثم أيضا أيها الإخوة، ينبغي أن نعلم أن هناك واجبات، واجبات على الرعية، وواجبات على الرعاة، وواجبات على المواطنين والعلماء. ولذا ينبغي لنا أن نفكر في هذه الواجبات قليلا. من الواجبات على الرعية لولاة الأمر، أهم شيء من الواجبات على الرعية على الشعب لولاة الأمر الإخلاص في المبايعة. ونحن ولله الحمد بايعنا هذه الدولة على كتاب الله وسنة رسوله، وأنتم تعلمون أننا ينبغي أن نهتم بهذه المبايعة وأن نخلص فيها، لأن الإنسان لو مات ولم يكن في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فلا بد أن نخلص البيعة ونجدد البيعة لولاة أمرنا حفظهم الله. فيجب علينا لولاة الأمر الإخلاص، وذلك يكون بالطاعة وامتثال الأوامر في غير معصية الله
كما أمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكما بين الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل الذي ينبغي لنا أن ننظر فيه نظرة فاحصة ونفكر فيه، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا إلا بكل خير ولم ينهنا إلا عن كل شر. انظر إلى هذا الحديث، حديث أبي نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه، ماذا قال؟ قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، كأنها موعظة مودع فأوصنا. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في وصيته؟ أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. موعظة عظيمة أيها الإخوة. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. أوصيكم، هذه الوصية مأخوذة، تقوى الله مأخوذة من وصية الله. الله سبحانه وتعالى أوصى عباده وصية عظيمة، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله رأس كل شيء، ومعنى التقوى طاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نهيه على علم وبصيرة. ولهذا قال بعضهم في تفسيرها: أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ولذا قال بعضهم: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فوصية الرسول عليه الصلاة والسلام هي تقوى الله عز وجل. ثم الوصية الثانية: السمع والطاعة لولاة الأمر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وإن تأمر عليكم. السمع والطاعة، معنى السمع والطاعة تسمع إذا تكلم، وأن تطيع إذا أمر. ولذا انظر يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم خص السمع والطاعة بعد ذكر التقوى، مع أن السمع والطاعة من تقوى الله لأهميتها ولعظم التمرد عليها. ولذا طاعة ولاة الأمور مهمة جدا، وعظم التمرد عليها هذا أيضا فيه خطر. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام خص السمع والطاعة بهذه الوصية. ولذا قال: وإن تأمر عليكم، أي صار أميرا عبد، العبد هو المملوك الرقيق. ولذا نعلم أيها الإخوة، وصية الرسول عليه الصلاة والسلام، وصية الرسول عليه الصلاة والسلام السمع والطاعة. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بخبر أنه من يعش منا سيرى اختلافا كثيرا في العقيدة وفي العمل وفي المنهج. ثم أرشد الرسول عليه الصلاة والسلام الطريقة التي تنجينا من عذاب الله عز وجل،
وهو إذا وجد خلاف كما قال عليكم بسنتي، إلزموا سنتي. والمراد بسنته الرسول، بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، الطريقة التي هو عليها صلى الله عليه وسلم، فلا نخرج عن شريعته. ثم أيضا طلب منا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نتمسك بسنة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وقال عضوا عليها، أي على سنتي وسنة الخلفاء، بالنواجذ، يعني أقصى الأضراس. ومن المعلوم أن السنة ليست جسما يؤكل، لكن هذه كناية عن شدة التمسك بها، أي أن الإنسان يتمسك بهذه السنة حتى يعض عليها بأقصى أضراسه. ولذا حذرنا أن بين لنا وأوصانا أن نتمسك بالسنة، وحذرنا من البدع، حذرنا من البدع، وقال وإياكم ومحدثات الأمور اجتنبوها. والأمور المحدثة المقصود بها في شؤون الدين، لا المحدثات في أمور الدنيا، لأن المحدثات في أمور الدنيا منها ما هو نافع فهو خير، ومنها ما هو ضار فهو شر، لكن المحدثات في أمور الدين كلها شر. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نتمسك بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الدنيا نجتهد فيها بالحلال والطريقة التي بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى وبيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام، ننشئ العمارات ونكسب الحضارات ونتقدم ونخترع، لكن بشرط أن لا يخالف شيئا من أمور ديننا. ولذا نعلم أيها الإخوة أن أهم ما يوصى به العبد تقوى الله عز وجل، وهذا دليل على فضيلة التقوى وأنها أهم ما يوصى به العبد. ثم أيضا وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة الأمور، والسمع والطاعة لولاة الأمور واجب بالكتاب والسنة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولذا جعل الله عز وجل طاعة أولي الأمر في المرتبة الثالثة، ولكنه لم يأتي بالفعل أطيعوا، لأن طاعة ولاة الأمر تابعة لطاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا نظرنا إلى ظاهر الحديث وجدنا حكما مهما، وهو وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وإن كان يعصي الله عز وجل، وإذا كان هو في نفسه يعصي الله، لكن أنت يجب عليك أن تطيعه، لكن بشرط إذا لم يأمرك بمعصية الله عز وجل، إذا لم يأمرك بمعصية الله عز وجل. أما إذا هو في نفسه عصى الله فأنت لست مسؤولا عنه، لأن الله سيحاسبه. لكن ظاهر الحديث الذي استفاد منه العلماء وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وإن كان يعصي الله، لكن المهم أنه إذا لم يأمرك بمعصية الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر كما أخرجه الإمام مسلم اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وضرب الظهر وأخذ المال بلا سبب شرعي معصية لا شك، فلا يقول الإنسان لولي الأمر أنا لا أطيعك حتى تطيع ربك، فهذا حرام، بل يجب أن يطيعه وإن لم يطع ربه. أما لو أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نخلص في الطاعة لولاة أمورنا. وحتى الأمير وليس السلطان، الأمير وإن لم يكن السلطان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وإن تأمر عليكم،
وإن تأمر عليكم. ومعلوم أن الأمة الإسلامية من قديم الزمان فيها خليفة وهو السلطان، وهناك أمراء للبلاد، وإذا وجبت طاعة الأمير فطاعة السلطان من باب أولى. ولذا ينبغي يا إخوان أن نعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام له معجزات عظيمة. يقول: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فنحن نرى اختلافا كثيرا، ولذا ينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يحكم دائما كتاب الله وسنة رسوله في أعماله التي يقوم بها. ولذا كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يذكر في مجالسه وفي بعض كتبه، وأظنه ذكره في شرح الأربعين، أن النووية يقول: كان فيما سبق الناس في المملكة العربية السعودية كانوا حزبا واحدا، ليس هناك تشتت ولا تفرق، ثم حصل بعد ذلك الاختلاف. يقول رحمه الله: كانوا منقادين لأمرائهم، حتى إن الرجل يأتي مع خصمه إلى القاضي وهو يرى أن الحق له فيحكم القاضي عليه، ثم يذهب مطمئن القلب مستريحا. وإذا قيل له: يا فلان كيف غلبك خصمك؟ قال: الشرع يخلف. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بالتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام عند الاختلاف، والتمسك بها واجب في كل حال، لكن يتأكد عند وجود الاختلاف. أيضا من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: إذا كثرت الأحزاب في الأمة أو في الدولة فلا تنتمي إلى حزب. هذه نصيحة منه. يقول: إذا كثرت الأحزاب في الأمة فلا تنتمي إلى حزب. فقد ظهرت طوائف من قديم الزمان مثل الخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة، ثم يقول: ظهرت أخيراً إخوانيون وسلفيون وتبليغيون وما أشبه ذلك. يقول: كل هذه الفرق وكل الأسماء التي مضت أو الأسماء التي ستأتي، كل هذه الفرق اجعلها على اليسار وعليك بالأمام، وهو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولا شك أن الواجب على جميع المسلمين أن يكون مذهبهم مذهب السلف، لا الانتماء إلى حزب معين. فهناك طرائق كثيرة، والمطلوب اتباع السلف، مع أن الإخوة السلفيين الذين يحكمون القرآن والسنة هم أقرب الفرق إلى الصواب، لكن مشكلتهم كغيرهم أن بعض هذه الفرق يضلل بعضاً ويبدعه ويفسقه. ولذا نحن لا ننكر هذا إذا كانوا مستحقين، لكننا ننكر معالجة هذه البدع بهذه الطريقة. والواجب أن يجتمع رؤساء هذه الفرق ويقولون: بيننا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نتحاكم إليها، لا إلى الأهواء والآراء ولا إلى فلان أو فلان. كل يخطئ ويصيب مهما بلغ من العلم والعبادة، ولكن العصمة في الكتاب والسنة. فهذا الحديث أرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلوك طريق مستقيم يسلم فيه الإنسان ولا ينتمي إلى أي فرقة إلا طريق السلف الصالح، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين. فعلينا أيها الإخوة أن نتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين تمسكا تاما، ونحذر من البدع. وإذا اختلفنا في شيء نعود إلى كتاب الله وسنة رسوله وإلى علمائنا الأفاضل المباركين
الذين لا يختلفون وإنما يحكمون الكتاب والسنة. فولاة أمورنا حفظهم الله يجب علينا أن نخلص البيعة لهم، ويجب علينا عدم الخروج عليهم وعدم المنابذة لهم. ولذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في منابذة ولاة الأمور إلا كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفراً بواحاً، يعني كفر واضح عندكم فيه من الله برهان أي دليل قاطع، فلا يجوز الخروج على ولاة الأمور، ولا ينبغي البغضاء والحسد لهم، لأن الله هو الذي ولاهم، الله هو الذي أعطاهم الملك. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، والله هو الذي ولاهم، لكن عليك أن تعاونهم وأن تساعدهم، فلا يجوز أن تنابذهم أو تسبهم أو ما إلى ذلك، وإنما تدعو لهم بالهداية وتخلص لهم في الدعاء. ولذا لا يجوز الخروج على ولاة الأمور. الخروج على ولاة الأمور ما يحصل منه إلا كل فساد، نسأل الله العافية في البلاد. وأيضا الخروج عليهم مساعدة الأعداء، يساعد الأعداء على ضعف ولاة أمور المسلمين. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يجوز الخروج عليهم إلا أن ترى كفرا واضحا، وأيضا عندك من الله فيه برهان دليل قاطع. ولذا إذا جاز الخروج عليهم بهذه الشروط، فهل يعني ذلك أنه يجب أن يخرج عليهم؟ لأن هناك فرق بين جواز الخروج ووجوب الخروج. الجواب: لا نخرج ولو رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، إلا حيث يكون الخروج مصلحة وليس من المصلحة. يا إخواني، أن تقوم فئة قليلة سلاحها قليل في وجه دولة بقوتها وسلاحها، لأن هذا يترتب عليه إراقة الدماء واستحلال الحرام دون ارتفاع المحظور الذي انتقدوا به الأمراء، كما هو مشاهد من عهد خروج الخوارج في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، حيث يحصل من الشر والمفاسد ما لا يعلمه إلا رب العباد. لكن نقف وقفة قصيرة. بعض الناس يا إخوان تتوقد نار الغيرة في قلوبهم ثم يحدثون ما لا تحمد عقبى، وهذا غلط عظيم. ولذا نقول لهم: الخروج على ولاة الأمور إذا رأيتم الخروج عليهم عندكم من الله فيه برهان، إذا رأيتموهم كفرة. لكن ما هو ميزان الكفر؟ ما هو ميزان الكفر؟ قد يرى البعض هذا كفرا والبعض لا يراه كفر. ولهذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الخروج إلا إذا رأيتم كفرا بواحا، يعني ليس فيه احتمال، كما لو رأيته يسجد للصنم، أو سمعته يسب الله أو يسب رسوله صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نكون عقلاء، وأن نسمع ونطيع، ونعاون ولاة أمورنا على طاعة الله عز وجل وعلى ازدهار هذا البلد. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن الرعية تحب راعيها والراعي يحب رعيته، متعاونين على تنفيذ أحكام الشريعة التي فيها العز والنصر والتمكين والخيرات والبركات، كما وعد الله عز وجل ووعده حق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لنزلنا عليهم بركات من السماء والأرض
وأيضا لا بد من التناصح والتعاون والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الهدف واحد، هدف ولي الأمر والمواطن هدفهم واحد، وهو تحقيق طاعة الله عز وجل أولاً، ثم تحقيق الأمن والسعادة والطمأنينة والاستقرار، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم أيضا يكون بيننا تعاون على محاربة المعاصي، لأن كل شر وبلاء سببه المعاصي، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ولا ينتصر الشيطان وجنوده من الجن والإنس الكافرين، ما لا ينتصرون على المسلمين إلا إذا كثرت المعاصي. ولذا نرى الكفار يحاولون نشر المعاصي في بلاد المسلمين، وهذا من الغزو، قد يكون غزوا فكريا يغيرون أفكار المسلمين، وقد يكون غزوا أيضا غير ذلك. فنعلم أنهم لا ينتصرون على المسلمين إلا إذا كثرت المعاصي. ولذا كان أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه يسير مع جيشه ويوصيهم ويقول: إنكم لن تغلبوا عدوكم بقوة عدة ولا بكثرة عدد، ولكن تغلبونهم بطاعة الله عز وجل، فإذا عصيتم الله استويتم أنتم وهم في ذلك. ونحن نعلم أيضا أن من سياسة الكفار أنهم يشيعون المعاصي لضعف المسلمين حتى يمكن أن ينتصروا عليهم. فانتبهوا من المعاصي كبيرها وصغيرها، فإنها كلها شر وكلها خراب للبلاد والعباد. انظر إلى قوله تعالى في أهل مكة: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والآيات والأحاديث التي تنهى عن المعاصي وتبين خطرها على المجتمع الإسلامي كثيرة جدا، وتحذر المسلمين من الوقوع فيها. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إذا أرادت الأمة العزة والتمكين والنصر فلتكن قائمة بالقرآن والسنة. القرآن والسنة نزل بالحق، لأن الله تعالى يقول: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. وربنا سبحانه وتعالى قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتن. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن المخرج من الفتن هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم شرعا وتحكيما. ففي القرآن الكريم بيان الطريق الصحيح الذي يدلنا على الحياة الطيبة والسعادة، ويبين لنا أحوال السابقين والآخرين، ويحذرنا من الشيطان وجنوده الكافرين، ويبين لنا أن الشيطان عدو مضل مبين.
ويحذرنا منه، كما بيّن لنا أن الكافرين أيضاً عدو مبين، وأن أمنية الكافر جميع الكفار الأولى، أمنية الكافر الأولى كما قال الله عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا، فيحذرنا ربنا سبحانه وتعالى منهم. انظر إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: يحذرنا، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قيل: يا رسول الله، أمن قلة بنا؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم، ويوضع في قلوبكم الوهن. قالوا: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وقد بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أحكاماً عظيمة لو أن المسلمين تمسكوا بها لكانوا والله هم سادة الدنيا والآخرة، ملكوا الدنيا وكانوا أيضاً ملوكاً في الآخرة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام تنظيم دقيق: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع والزوج راع في بيته، والزوجة راعية في بيت زوجها، والخادم راع في مال سيده. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل واحد يا إخوان في هذه الدنيا يعمل، ونحن نعلم أننا ما خلقنا في هذه الدنيا إلا للعمل والاختبار، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وكل واحد مسؤول عن عمله، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كل منكم على ثغرة من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله. وعلينا التمسك بعقيدة الإسلام وبطاعة الله عز وجل، وكل مسؤول عن بيته وأولاده تربية إسلامية صحيحة في طاعة الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يربي في بيته، حتى يربي الأطفال على الأكل: يا غلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يربي حتى الصغار قبل الكبار. فينبغي لنا أيها الإخوة أن نعود ونتعلم من القرآن الكريم ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام سلوكنا في هذه الدنيا، وكيف نعيش لنكون مواطنين صالحين. مسلم يسلم المسلمون من لسانه ويده، ومؤمن يأمن الناس منه على أموالهم ودمائهم وأعراضهم. فوطننا الإسلام له حق علينا، وهو القيام بما أمر الله عز وجل، وكل إنسان منا مسؤول عن بيته وعن أسرته، ثم أيضا إخوانه الآخرين. فلينبغي لنا أن نستمر على طاعة الله، وأن نعلم أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأيضا في آية أخرى: وما كان الله مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فما زلنا في هذه الدولة المباركة مستمرين على طاعة الله عز وجل، نسأل الله أن يثبتنا عليها، وأن يقينا شر الأشرار، وأن ينصرنا على من ظلمنا، وأن يوفق هذه الدولة للاستمرار على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا أيها الإخوة التمسك والاستمرار والاستقامة على طاعة الله. يذكر أن رجلا جاء
لخليفة من الخلفاء، فقال له الخليفة: أوصني. قال: هذا العالم للخليفة، كيف أوصيك وعندك كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: أريد أن أعرف هل أنا من أهل الجنة أو أنا من أهل النار، كيف أعرف الميزان؟ قال: الميزان عندك في القرآن الكريم. قال: وأين هو؟ قال: ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة النازعات: وإذا جاءت الضامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا هو الميزان. وهناك أيضا خليفة سأل أحد العلماء وقال له: ما أظن أننا إلا من أهل الجنة، لأن أعمالنا كثيرة، صدقاتنا كثيرة، وأعمالنا الخير كثيرة، فهي تنفعنا إن شاء الله. فقال له هذا العالم: تنفعك إن شاء الله ما دمت متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن اعمل بشيء واحذر شيء. قال: ما هو؟ قال: احكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، فإذا فعلت هذا فإنك بإذن الله من أهل الجنة. وربنا سبحانه وتعالى قال لنبي من أنبيائه: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فنحن أيها الإخوة في هذه الأيام المباركة نتذكر نعمة الأمن، ونحمد الله عز وجل على هذه النعمة، ونتذكر أيضا تطبيقنا الشريعة الإسلامية في محاكمنا وأمورنا، ونحمد الله عز وجل على ذلك. ثم أيضا من الأمور التي نحمد الله عز وجل عليها أن المواطنين في هذه البلاد مهتمين من طاعة ولاة الأمور، لأنهم ينفذون أحكام الله عز وجل، وأحكام الله عز وجل فيها الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. وكل إنسان يعلم أن معه ملائكة يكتبون ما يقول وما يفعل، يقول ما يقول وما يفعل، ويوم القيامة يجد كتابه مد البصر، يجد كتابه مد البصر. فينبغي للإنسان أن يعلم أنه ما يعمل مثقال ذرة من خير إلا ويراه، وما يعمل مثقال ذرة من شر إلا ويراه. فينبغي أن يكثر من أعمال الخير وأن يبتعد عن أعمال الشر. ونختم كلمتنا هذه بحديث عظيم من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يشمل الدنيا والآخرة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة. علماء البلاغة يقولون: إذا كان المبتدأ والخبر معرفة كان ذلك من طرق الحصر، يعني ما الدين إلا النصيحة. فإذا كان طرف الجملة معرفتين
كان ذلك من باب الحصر. والدين هنا الدين المقصود به العمل، الدين المقصود به العمل، لأن الدين ينقسم إلى قسمين، دين عمل ودين جزاء. فقوله تعالى مالك يوم الدين المراد به دين الجزاء، وقوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا المراد به دين العمل. فالمراد بقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، المراد به دين العمل. والنصيحة بمعناها إخلاص الشيء، معناها إخلاص الشيء. ولذا النصيحة يقول أول شيء يخلص الإنسان النصيحة لله. ما معنى النصيحة لله؟ النصيحة لله تتضمن أمرين، الأمر الأول إخلاص العبادة له، إخلاص العبادة لله عز وجل. الأمر الثاني الشهادة لله بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فالنصيحة لله عز وجل تتضمن إخلاص العبادة والشهادة لله بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والنصيحة لكتابه القرآن الكريم تتضمن أمورا منها الذب عنه، يدافع عن القرآن بأن يدافع الإنسان عنه تحريف المبطلين ويبين بطلان تحريف من حرم، وأيضا تصديق خبره تصديقا جازما لا مرية فيه. فلو أن الإنسان كذب خبرا من أخبار القرآن لم يكن ناصحا، ومن شك في أخباره أو تردد لم يكن ناصحا. أخباره كثيرة، الله أخبرنا عن الأولين أين هم وكيف كانت قوتهم وكيف كانوا يعملون، أخبرنا الله عنهم. فنحن نصدق بما في القرآن من الأخبار عن الجنة وعن النار وعن يوم القيامة وعن الحساب وما إلى ذلك، نصدق خبر تصديقا جازما لا مرية فيه. ثم أيضا من النصيحة للقرآن امتثال أوامره، فما ورد في كتاب الله من أمر ننفذ، فإن لم نمتثل لم نكن ناصحا له. الرابع اجتناب ما نهى عنه، فإن لم نفعل لم نكن ناصحين له. الخامس أن نؤمن بأن ما تضمنه من الأحكام هو خير الأحكام، وأنه لا حكم أحسن من أحكام القرآن. السادس أن نؤمن بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل، حروفه ومعناه تكلم الله به حقيقة، وتلقاه جبريل من الله عز وجل، ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فاسأل نفسك يا أخي، هل أنت تقوم بهذه النصيحة لكتاب الله للقرآن الكريم؟ خمسة أمور، اسأل نفسك، إن كنت مقصرا ابدأ من الآن وأكمل هذه النصيحة لكتاب الله عز وجل. تصديق أخباره تصديقا جازما، امتثال أوامره اجتناب نواهيه، تؤمن تصدق تعتقد أن ما تضمنه من الأحكام هو خير الأحكام، وأن تؤمن بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل. ثم النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم تكون بأمور منها تجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تتبع غيره، اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. إن كنت تحب الله تحب رسوله اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. والله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتجريد المتابعة له ولا تتبع غيره، لأن الله سبحانه وتعالى أمرك بذلك، كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا نص على رسول الأمر الأول تجريد المتابعة. الأمر الثاني الإيمان بأنه رسول الله حقا لم يكذب ولم يكذب، فهو رسول صادق مصدوق. الثالث أن تؤمن بكل ما أخبر به من الأخبار الماضية والحاضرة والمستقبلة. الرابع أن تمتثل أمره. الخامس أن تجتنب نهيه. السادس أن تدافع عن شريعته. السابع أن تعتقد أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما جاء عن الله تعالى في لزوم العمل به، لأن ما ثبت في السنة فهو كالذي جاء في القرآن، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الثاني نصرة النبي صلى الله عليه وسلم إن كان حيا فمعه وإلى جانبه، وإن كان ميتا فنصرة سنته صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا الإخلاص لأئمة المسلمين وقدوتهم العلماء والأمراء. ينبغي للإنسان أن ينصح لهم وأن يحب العلماء وأن يساعدهم ويعينهم وأن يدافع عن أعراضهم، وأيضا أن يدعو لهم. وكذلك النصيحة للأمراء، حتى أن الإنسان لو لم يعطونه شيئا فإنهم قد بذلوا جهودهم لحمايته ولإصلاحه، سواء علم أو لم يعلم. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أعطهم حقهم واسأل الله حقك أن يعطيك إياه. فأنت أعطهم حقهم واطلب حقك من الله عز وجل إذا منعوه منك. ثم أيضا ينبغي لنا أن نخلص لعامة المسلمين، والنصح لعامة المسلمين كل المسلمين في وطنك وفي غيرهم، تبدي لهم المحبة وبشاشة الوجه وإلقاء السلام والنصيحة والمساعدة وغير ذلك مما هو جالب للمصالح دافع للمفاسد. واعلم أن خطابك للواحد من العامة ليس كخطابك للواحد من الأمراء، وأن خطابك للمعاند ليس كخطابك للجاهل، فلكل مقام مقال. فانصح لعامة المسلمين ما استطعت. هذا الحديث على اختصاره ثلاثة أسطر. نعلم أنه جامع لمصالح الدنيا والآخرة، ولذا أنصح إخواني المستمعين أن يقرأوا هذا الحديث ويفكروا فيه. وأهم شيء نتعاون عليه أننا نحب الاستقرار، استقرار الدولة، استقرار الشعب. ولذا نكون إخوة متعاونين على طاعة الله، كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. شعب مسلم واحد، كلنا نسعى لهدف واحد، ليس بيننا عداوة وإنما بيننا ألفة ومحبة. ندعو لبعضنا ونحب بعضنا ونعمل بأوامر الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى وعدنا أننا إذا كنا مؤمنين ونعمل صالحا مخلصين لله عز وجل فإننا الجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الاستقامة على طاعته، وأن يجعلنا عبيدا صالحين، مواطنين صالحين مصلحين. نسأله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه الدولة وعلى شعبها وعلى دول المسلمين الاستمرار على تحكيم شريعة الله،
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ندعو الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين على عدوهم، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يجعلهم أمة واحدة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.